يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم مع مطبخنا السوري. اليوم راح اعمل لكم حلوى تمر بعده اشكال، ان شاء الله تعجبكم. عندي هون في تمر انا قايمه منه البزر مثل ما انتم شايفين، عندي طحينه او راشي وبسكوت ساده انا طحنته. طبعا هو هذا بسكوت ساده، انت بس مجرد انك تضغطي عليه، انا ما بدي ناعم كثير بهالشكل، فيك تكسريه بهالشكل وما في داعي انه يكون ناعم كتير. يعني اي نوع بسكوت سادة عندك فيكي تستخدميه. هلا انا عندي هون رح اجيب البسكوت هذا احطه بقلي. اذا في كم حبة شوي هيك كبار فيكي تنعميهم، بس هو اجمالا بده يكون كله حبات صغيره. هلا راح اضيف انا الطحينه اللي عندي وحرك لحتى اشوف كيف صار قوامه. راح اضيفها شوي شوي حتى ما استخدم كميه كبيره، انت حسب كميه البسكوت اللي راح تستخدميها يبين معك. بدي انا الطحينه بدي بس شوي تمسك البسكوت، يعني ما بدي يكون كميتها كتير كبيره، تمسك البسكوت شوي صغيره حتى اقدر احطه مع التمر. هلا صار هيك قوامه شايفين كيف. هلا انا راح اخذ حبه التمر محل البذره، راح اضيف شوي من هذا اللي انا عملته هالشكل، حاول انه خليها مفتوحة هيك بهالشكل وحطها بالصحن. راح ساوي وحدة تانية تشوفوها كيف، اضغط عليها شوي. طبعا الطحينة راح تخفف شوي من الحلى الموجود بالتمر. انا راح اعمل هدول هلا هيك، وعندي هلا راح تشوفوا طريقه تانية. هذا التمر انا راح اخده حمصه شوي مع الزبده وبقول لكم طريقه تانية كيف راح نعمل التمر. هذا التمر مثل ما انكم شايفين انا جبته لحطه هون على الغاز بعد ما شايله منه البذر، حطيته على نار خفيفه ما بدي اياه يحترق، وراح اضيف له معلقه زبده. هلا انا ما قويت النار تحته لحتى اذا لقيتي النار قويه رح تشوفي عمل طبقه تحت بالاسفل رح تكون قاسيه وبتطلع اذا بس تاكلي بتحسي انه مثل صارت مثل يعني مثل السكر المحروق. انا طبعا ما بدي اياها بهالشكل، انا بدي اياها عجينه طريه. هلا بنضل بنحركه لحتى ما يلزق، بس اللي هو طبعا هون ما حيلزق بس ممكن يحترق، يعني مشان حتى ما يحترق انا رح ضل حركه واضغطه هيك بهالشكل لحتى يصير بشكل عجيني. هلا انا التمر اللي حطيته على النار برد شوي، في صار في مجال اني انا اتحكم فيه والمسه. هلا رح احط قسم من هذا العجينة اللي عملتها انا البسكوت والطحينة، وضيف الى كمية من التمر بعد ما صار على شكل عجينة واعجنهم مع بعض. هلا هاي طبعا الطريقة راح يحبوها الصغار، لان ما يعني اذا ما بتلاقي اولادك ما بيحبوا التمر هيك فيكي انك تقدمي لهم اياها بطريقة حلوة ويحبوها. هاي العجينة هيك صارت جاهزة مثل ما انكم شايفين، صار فيني انا هلا كورها بالطريقه اللي بدي اياها. انا راح اخذ شوي واعملها على شكل كرات صغيره، فيكي تخليها بهالشكل هذا اذا بتحبي، او فيكي انا عندي هون جايبه هاي السكاكر حتى يرغبوها الاطفال، راح نغمسها بهذا وراح اضيف لها هون عود
تبع الأسنان راح صارت بهالشكل الحلو. فيكي تحطي انتي اي شيء، فيكي تزينيه باي شيء. هلا انا حطيت جربتي هاد، فيكي تحطي مثلا شوكولا، فيكي تحطي جوز الهند. هلا هون انا راح اعمله، راح اعمل وحده بجوز الهند هالشكل، كمان حط له عود من تبع الاسنان. شوفوا صارت بهالشكل الحلو. هلا راح انا انتهي منه وارجيكم كيف راح يكون عندي الطبق جاهز. انا انتهيت من الحلو تبعي، والف صحه وعافيه. بتمنى انه تحبوه وتطبقوه وتعطوني رايكم، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.